شفنا في الفيديو المشروع عايش بالفعل في منطقة رأس الحكمة، اللي هي مياه من أحلى البحور اللي موجودة في مصر كلها، شواطئ رملية. الأرض دي لما خدناها في 2006 كانت الأراضي فاضية وكان قدامنا اللوكجري أوف سيلكشن، ولكن زي ما احنا شايفين في الصورة دي قدام البروجكت في جزيرة، فالجزيرة دي بتمثل مصدات موج طبيعية. الديزاين بتاعنا هو الجريك ديزاين او الجريك اركيتكتشر، المباني البيضاء والخشب الازرق.